بعد أكثر من عام على اجتياح كورونا لمحافظة نينوى ودخولها في دوامة الصراع مع هذا الفيروس، إلا أن المعركة ما تزال مستمرة حتى يومنا هذا. ورغم وصول اللقاح إلى المحافظة منذ أكثر من شهر، إلا أن الإقبال عليه لم يكن كبيرا بسبب كثرة الشائعات حول مضاعفات اللقاح. وبعد انه بعد ما نلقح له يبقى عندنا فتره 15 الى 30 دقيقه. ليش؟ على مود حتى لا قدر الله اذا اي حساسيه تصير نتيجه لقاح. ولو لحد الان يعني الحمد لله ما صارت لنا الا بس حاله وحده وضربنا له شو اسمه ضد الحساسيه والحمد لله يعني استقرت وضعيته. بس بقيه الناس كلها نهائي ما صار عندي اي حاله يعني انه سايد افكت او مثلا هاي، انما بس مجرد انه هو اشنو من تاثير اللقاح انه مثل الاطفال الصغار من يلقحون يصير عنده حراره مثلا وجع بالجسم يوم والثاني. ارتفعت نسبة متلقي اللقاح في المحافظة بصورة نسبية، وذلك بعد أن كانت الكوادر الطبية أول من تلقى اللقاح بجرعتيه وأثبتت بأنه آمن ولا مخاطر منه. طبعا قمت يوم أمس بالحجز على لقاح كورونا وكانت إجراءات سلسة وسهلة، وتم وصلت اليوم لي رسالة لمراجعة مركز الصحي النور للقيام باللقاح. كانت هناك توجيهات من قبل الأطباء. دخول نينوى بموجة أخرى من الإصابات الشديدة وارتفاع أعداد الوفيات مع رسائل الإطمئنان حول فاعلية اللقاح حولت موجة النفور منه إلى موجة إقبال نسبية، ولكنها لم تصل إلى مستوى الزخم على المراكز الصحية. بعد تزايد حالات الإصابات بالعراق قررنا أنه نأخذ اللقاح بعد ما أجي العراق، وبصراحة نحن كلنا ثقة بالملاكات الطبية والجيش الأبيض، ويوم أنا لقحت وأدعو كل المواطنين أنه يلقحون هذا اللقاح. وبحسب ما قاله مدير الصحة فإن جميع أنواع اللقاحات رصينة المنشأ، ونسب الإقبال بدأت ترتفع بصورة تدريجية. ورغم العديد من الدعوات التي أطلقت لتلقي اللقاح إلا أن الإقبال عليه ما يزال يتيما إن صح التعبير وسط استمرار كورونا بحصاد المزيد من الأرواح. من الموصل محمود الجماسة، قناة التغيير.